السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بصحة وسلامة إن شاء الله. كديرين؟ لاباس بكم. مرحبا بمتتبعين الجدد والقدام بطبيعة الحال. كنتمنى القناة تبقى عند حسن ظنكم وتعجبكم، ومرحبا بآرائكم وتعليقكم. إذا كنتم مازال ما مشاركش في القناة، شاركوا فيها وضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل فيديو جديد إن شاء الله. كما كتعرفوا القناة راها متنوعة، فيها وصفات فلوغات، كنشارك معكم تقريبا كل شيء كل شيء كل شيء، حيت اخر مرة راكم شفتوا الفيديوهات الجوج راهم فريدين من نوعهم. فتحت لكم قلبي وهذا الحمد لله. المهم كنقرب كتقربوا مني اكثر واكثر، والحمد لله المتتبعين ما ولينا عائله وحده الحمد لله. المهم غتشوفوا هذا تقولوا اشنو، لكن راه شفتوا معايا في الفيديو الثالث قبل هذا، هذا السويك بحال الثلاجه، الا لقيتوه غير شريه وبحالو راه زوين كينفع، كيما البانيني اللي شحال من واحد سولني عليها صغيره اللي كنتشارك معكم. حتى هاد الثلاجه صغيره سويك حتى هو زوين، راه تشاركت معكم في الفيديو اللي قبل من هذا حتى هو. راني هضره في هذا الفيديو اشنو وريتكم، بديت معايا الرحله هذاك النهار اللي مع العائله مع الاسره ديالي، درنا واحد رحله للغابه للبلاصه ديال بحال الشلال وهذا، وريتكم شنو ديت معايا وهذا. وغادي نشارك معكم مره اخرى جوج مرات دابا كنصور معكم اشنو ندي، بحال هكا شي نص نهار نهار كنقول لكم. اما السفريات الكبار راني مشاركه معكم حقيبه سيلياكي حتى هي، كنشارك معكم كل شيء للافاده باش واحد يستافد. قلت لكم غادي نهضر على حاجه اخرى هنايا، هنا غنوريكم زعما هاد النهار، حيت هضرت في الفيديو الاخر غتشوفوا بعض المقاطع في الفيديو السابق ديال هاد الرحله، ولكن جات الاخير ومش الفيديو يجي طويل، اذا ما عطيتوش الاهميه او ما بزاف كنظن ما كملتوش الفيديو، قليل اللي علق ليا على هاد النقطه او هاد الموضوع اللي اثر انتباهي. بقى لحد الان كنقول اشنو غندير العنوان، والله ما عرفت العنوان اشنو غادي نسميه، لانه كيحز في نفسك كسيلياكي، كعندك حساسيه الجلوتين. حنا الحمد لله والله اللي عالم بينا انك كتبغي تخرجي مع العائله، ما كتبغيش تحرمي نفسك، ما كتبغيش تكوني عليهم يهزوا لك الهم، او انت تكوني دائما كتخسري ليهم هاد المعنى، تخسري ليهم الجو، او غادي هما عندهم ساهل ياكلوا على برا، يهزوا الساندويتش اللي كان، انت كتفكري واش عندك خبز، واش عندك كمير، واش عندك شي حاجه جديده. حيت من الاحسن بحال هاد السفريات بحال الرحلات، من الاحسن يكون عندك خبز جديد قدرتي ديري في هذاك النهار، من الاحسن ما كانش، ولا تهزي معك شي حاجة اللي غتسخني فيها إلا كان ممكن، بحال بانيني صغيرة البريز موجود. ولكن حنا هنايا ما هزيتش، مع هزيت معايا البانيني وكنخليتها في الطوموبيل قلت كاحتياط، ولكن تعرفوا هنا الغابة ما كاينش البريز، إذا ما سخنتوش، ولكن لحسن الحظ أنني درتو ليلة قبل في الليل درتو. والمهم بعد ما قضينا هنا نهار كامل راني شاركته معكم كما قلت لكم، جانا الجوع، مشينا طرقنا لياج حيت الطريق ديال لياج هادي مويفتناها فجين باقي الحال، حيت مشينا بكري قلنا علاش لا نمشي وندخلوا للمدينه نشربوا قهوه ناكلوا شي حاجه ندورو. صافي مشينا لياج، دخلنا قلنا ام حسن اللهم ناخذ شي حاجه، شفنا الحوت وهذا قلنا اللهم نمشيو ناكلوا الحوت كان البرد. دخلنا عند مالي الحوت، راكم غتشوفوا التصاور غادي يجيو من بعد ان شاء الله. المهم دخلت عند مالي الحوت، كتعزلي اشنو بغيتي مطاعم، كتعزلي كيعبر ليك يقول لك بغيتي شلاضة بغيتي هادي. المهم حنا غير دخلنا، الزوج ديالي وبناتي مشاو خدو بلاصه جلسو، قالوا لي عزلي.
قلت لواحد بنتي اجي انتيا ما كتبغيش الحوت كامل انواع، اجي وقفي معايا. جلسي وقفي معايا تنختار. صافي وقفت معايا، مشات جلسات، بقيت انا وياه. كان ها هو الحوت هو هذا، ولكن المهم غنعاود لكم من الاول. مشات جلسات، بقى معايا السيد. بغيتي الفريت كبيره؟ شحال بغيتي تاع الفريت؟ شمن شلاضه بغيتي؟ بغيتو المشروبات؟ ومول الشي اللي كيطيب الحوت كيقول لي سربي الناس. انا ديك الساعه المهم انا كانت راشقه ليا كيما عاودت لصحاباتي، وهذا كانت راشقه ليا ما ديتهاش فيه. وانا نقول ليه حتى انا راني ناس، حتى انا راني زبونه، راه ماشي كيضيع معايا الوقت كيضحك معايا، حتى انا غادي نتقدى. ولكن خليته، قلت صافي يمكن حيت عنده مزحام او مرتبك او مقلق دبر راسو. مشيت، حتى مشيت باغا نجلس ورجعت فكرت شي حاجه والله ما عقلت اش بغيت نقولها ليه. وانا نشوفه قلاله نشوبه ولا سردين صغير ورماه فوق البلانشا، حيت كاين عندهم يقول لك واش بغيتي في الزيت بالدقيق ولا بلانشا. انا قلت لي عفا كلشي بلانشا. بقى كيشوف فيا الاخر، انا كنهضر مع واحد والاخر اللي كيقلي مولشي كيشوف فيا. المهم ملي رجعت نهضر معاه ما عادش بغيت نوصي على شي حاجه اخرى. وانا لقاه هذاك الحوت اللي فيه الدقيق بغى يخوي في الطبسيل، يحطو في الطبسيل وهو يطيح حتى فوق البلانشا. وانا نقول لي الله يجازك بخير، هضرت مع السيد الاخر مولشي يمكن، قلت لي الله يجازك بخير الا ما مسح شويه بقى يشوف فيا. قلت لي راه عندي حساسيه الجلوتين واش عرفتيها الدقيق، وهذا بقى يشوف ما عرفش ولا معصب ما باغيش يسمع. هو يقول لي شوفي عفاك، لا لا غير، قلت لي لا غير مسح دير احتياطات ما تقربش ليا الدقيق الحوت ديالي وصافي وتوكل على الله. هو يقول لي ويطلع لي الدم، قال لي لا شوفي عرفتي شنو ما غاديش نسربيك. قلت لي بصح كتهضرت؟ قال لي ايه. قلت لي صافي شكرا مزيان علمتيني. قال لي لا تبقي مريضه وهادي حنايا عندنا دقيق عندنا. قلت لي صافي. والمضحك انني بقيت كنتفكر لحد الان، انا بقيت واقفه في الباب وكنقول لبناتي وهذا اجي، وهما كتقول لي بنتي لا لا صافي غير عزلي انتيا. كنقول لها لازم اجي وما كيسمعونيش، ما كانيش شرغي باليدي اجي زعما. وبنتي كتقول لاختها سيري انتيا عزلي صافي. كنقول لهم خرجوا كلكم مابقيناش غناكلو هنا. عاد فهموني خرجوا. كنت هنا غنهضر على حاجه اخرى، ولكن سبحان الله كنبقى نهضر باش نشرح لكم. وكيجيو تصاور اخرين. صافي خرجنا الارزاق سبحان الله، مشينا عند واحد اخر ما عجبناش الحوت ديالو من المنظر سبحان الله ما عجبناش. خرجنا جينا عند هاد السيد دابا اللي شفتو الحوت ديالو وما قلت لكم اللي شفتو الحوت ديالو سبحان الله. رحب بينا واحد ترحيب، دخلوا مرحبا هادي اشنو حب الخاطر، تفضلي لالا تفضلوا هادي جلسوا مسح الطابله. مشيت اختاريت معاه الحوت وهذا، وانا نقولها لي بديت معاه قلت لي الحساسيه. قال لي شوفي اللي بغيتيه نديرو لك. قلت لي شوف راه عندي. قال لي ما كاينش حس الدقيق. ونيت كانت الدنيا شويه خاويه، والسيد عنده الخاطر ومصواب وشكل اللي بغى الادريسه ديالو التليفون ديالو نعطيه ليه. وشويه وانا نقول لي شوف، قلت ليه. قال لي لا انت الغدا. قال لي انت الغدا تاكل. قلت ليه راه شنو طرا ليا شنو طرا ليا. قال لي سبحان الله دار معك هكا. قلت ليه هكا دار معايا. قال لي شكون هو؟ قلت لي لا صافي بلا ما نقول لك، ما بغاش نقطع لي رزقه ولا. المهم قلت لي صافي غير هنايا في هذا الصف، ولكن قلت لي الارزاق. قلت لي انت المعامله ديالك سبحان الله ومكتاب لينا ناكلو عندك، عجبنا وشفتو الحطه كي دايره البريزنتاسي كيفاش دايره، ما كنتش متخيله غيحط لينا بالحوت بهكاك بهذيك الطريقه، وداكشي بنين وزوين. كنا باقي يجي يسولنا واش خاصكم شي حاجه واش بغيتو هادي. في الاخر تاني طلبت ليه المناضه، بنتي بغات المناضه، جا خواها هو كيمسح لينا يعطينا. زعما سبحان الله الارزاق والتعامل في شكل، بقينا كنتعجبوا. وانا لحد الان كيضحكني هذاك فاش كنعيط عليهم نقول لهم اجوا خرجوا، ما كيقول لي لا غير خدي.
بقيت كنضحك سبحان الله، باقي كنتفكر. اذا قال لي راكي انت مريضه، قلت له راه هذاك هو المشكل، اني ماشي كنطلب شي حاجه اللي غير بغيت زعما غير هكاك باش نوعرها عليه، ولا واش ندير ناكل شي حاجه اللي غادي تضرني اللي ممنوعه عليا. وسبحان الله هذه هي التجربه ديالي، بغيت نشاركها معكم. واش نتوما كيطرى لكم هكا؟ المهم نتمنى الفيديو يعجبكم وتخليوا لي ارائكم تعليقكم. غادي تقولوا كيفاش هذيك الفيديو اللي كندير فيه في الساك. المهم كنا غادي لواحد الحفله، ماشي حفله، ما عرفتش كيفاش غنسميوها، بينفيت كنقولوا ليها صدقه باش نجمعوا حمله تبرعات، هذا هو الاسم، تبرعات كيكونوا جميع في الرورموند المدينه ديال هولندا، واحد المسجد كبير تبارك الله اللي غادي تبنى فيها. زعما شي حاجه اللي واعره بزاف، ماشي واعره زعما بزاف الفلوس خاصها، للاسف ما كانش خاصهم يديروها كاع هكاك، راه زعما يجملوه بزاف ويكبروه الملايين ديال الفلوس وهذا وداكشي اللي طول البناء ديالو. المهم كتجمعوا فيه جميع، المهم كاع الجنسيات اللي ساكنين تما في الرورموند، وكيكونوا الماكولات تاع جميع الدول وهذا. انا قلت ما غاديش نلقى شي حاجه اللي ناكلها، واخا كاين الرز ديال الصومال وهذا، ولكن قلت له اللهم ندي شي حاجه. وانتم عارفين الساندويتش ديالي المفضل الا كتغادى لشي بلاصه هو داك الباريزيان، كندير فيه الطون والحار وشلاضه، وديك الخبيزه ديتها اضافه، وديت داك الحلوه داك كوكيس ديال داك الموف راه رخيص، وتما شريت قهوه وتبرعوا عليا بهذوك ماكارونز. انتما غتشوفوهم، كندير فيديو ولكن للاسف التليفون عمر محيتو. صافي ديت معايا هكا الما ديالي كلشي، مالفا كنشري الروز تما قلت لكم ديال الصومال، ولكن ولا بدا ماشي كلشي عارف. اذا هالخبيزه ديالي اللي قلت لكم فيها الطون والهريسه، الطون الحار مشهورين هنا، داك اللي كنت حليته درته هنا في بلاستيكه وقريعه الماء. كما قلت لكم شريت قهيوه، كليت هادشي ديالي، الخبيزه ما كليتهاش، كليت غير داك الساندويتش، وكليت المكارون كانوا زوينين، جاوني هديه وسولنا الناس اللي مصاوبينهم، قال لك لا ما فيهمش، كليهم بالصحه والراحه. وكان هذا هو التجربه ديالي معكم، داكشي علاش بغيت نفهمكم علاش هذا. كاين بزاف فيديوهات بهذا الشكل ومختلفين. اذا نخليكم بخير وعلى خير، وما تنساوش التعليق والتشجيعات ديالكم باش نستمر ان شاء الله. التشجيعات ديالكم كيخليونا نستمروا وكيحفزونا. وشكرا لكم على المشاهده، على الاشتراك، تعليقكم الزوينه، والى اللقاء.